طالب ابناء العاصمة صنعاء في مسيرة حاشدة الرئيس هادي بتحمل مسؤولياته بصفته الرئيس الشرعي لليمن واتخاذ خطوات جادة لوقف انتهاكات وجرائم المسلحين الحوثيين بحق ابناء الشعب. ندد أبناء الحديدة في مسيرة حاشدة بانتهاكات الحوثيين المتواصلة وتفريطهم بالسيادة الوطنية من خلال السماح لإيران بالعبث بأمن واستقرار اليمن. كما ندد أبناء تعز في مسيرة حاشدة بالانتهاكات المتواصلة للمسلحين الحوثيين وطلبوا بالإفراج الفوري عن كافة المختطفين. دعا عشرات من الطلاب والناشطين في وقفة احتجاجية إدارة أمن العاصمة بتنفيذ أوامر قضائية بإطلاق سراح المختطفين لدى الحوثيين من شباب وقيادات ثورة 11 من فبراير. قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن المسلحين الحوثيين يضطهدون الصحافة والصحفيين بالتهديد بالقتل والاختطاف والنهب، موضحة أن ممارسات الحوثيين تشكل تهديدا حقيقيا لحرية الإعلام والعملية السياسية في اليمن. ذكر موقع المصدر أونلاين نقلا عن مصدر أمني أن الحوثيين عادوا مدير التموين في الأمن العام بمحافظة أبين للخدمة الأمنية رغم إقالته من منصبه قبل أشهر لارتباطه بقضايا فساد. أكد رئيس الجمهورية خلال لقائه اليوم بوزير الدفاع في حكومة بحاح المستقيلة محمود الصبيحي أن الأمن مطلب ملح لأبناء اليمن وأن الصراع يجلب المزيد من المآسي والمعاناة. أكد الرئيس هادي خلال لقائه اليوم بقيادات عدد من فصائل مكونات الحراك الجنوبي السلمي أن مخرجات الحوار الوطني كانت عادلة ومنصفة بالنسبة للقضية الجنوبية. حذر الطاقم الفني لمحطة كهرباء مارب الغازية من خروج المحطة عن الخدمة بصورة نهائية بعد تعديها مرحلة خطرة نتيجة لغياب الصيانة وعدم توفر قطع الغيار.